أنا يعني بناطق حصري قناتك بس لأن راح بشرح ينزل لا في الجزيرة ولا غيرها. قل استسلام اللواء 61 تبع مجلسه في الكامل، وبعد لحظات حتشوف قناة الجزيرة تعرض الشيء هذا. ثاني يا ابن مسلم قل لي الخبر الحصري. استسلام اللي 61 بالكامل 161 استسلام اللواء 61 يتبع ابن المجرم حفتر في منطقة سرمان. في منطقة؟ بالكامل في منطقة ايه يا في منطقة سرمان. سرمان سرمان. طب يا جماعة بشكرك يا ابن أبو سليم، ودي بقى فكرة ألو مكملين، إن إحنا كل الناس مراسلينا وكل الناس بتحلل وكل الناس بتقول اللي هي عايزاه. خدوا عننا الخبر ده من ابن أبو سليم وهو شاهد عيان في طرابلس ابن منطقة أبو سليم. استسلام اللواء 61 من القوات الموجودة مع حفتر في منطقة سرمان.